يا مغير يا مسؤول الحين القانون لا لا هالشي ماشي معقول لا لا مغازي خاصها مسؤول. هذا الاضراب هذا كيدار على اربعة النقط اللي كنناضلوا عليها لحد الساعة. اولا الملف المطلبي اللي مطروح من 2015 ولحد الساعة الادارة غلقات باب الحوار وسادة باب الحوار. ثانيا على قبل تصفية المخازن الحبوب كمؤسسة عمومية، لانه هاد السياسة اللي غادا بها الادارة كنعتبروا احنا بانه باغين يمروا هذا القطاع، هذا باغين يمروه ولكن ما خصهمش يمروا على ظهر العامل. وحنا وخير دليل بانه هاد الناس هادو باغين يوصلونا لواحد الاضراب اللي هو مفتوح، ولكن حنا لحد الساعه من 2015 يلا درنا 32 ساعه ديال الاضراب. دونك حنا باغين نحافظوا على هذا القطاع ديالنا. ثانيا باش الاخوان المطرودين ياخذوا المستحقات ديالهم. ثالثا باش الحفاظ على هذه المؤسسه باش ما تضيعش، باش ما يكونش التمرير ديالها لبعض القطاعات اللي هي خواص. لا هاد الناس ما امتثلوش لينا، ما امتثلوش للحوار اللي هو معقول ولا هذا، واللي غادي نقدروا نحلوا فيه هذا الملف المطلبي، راه غنديروا مسيره انطلاقا من باب الميناء الى ولايه مدينه الدار البيضاء. حنا ما بقيناش خدامين وتنطلبوا الحقوق ديالنا. اللي يطلب الحق ديالو في هذه الجماعات ياكل العصا، اللي يطلب الحق ديالو تتخذ ليه حقه في هذه الجماعه. حنا هذه الاداره ما عرفناش اش بغات دير ديك السيلون.